مرحبا، كيف تقدروا تعرفوا إذا وزنكم بالمعدل الطبيعي، لازم تخسروا من الوزن أو لازم تزيدوا من الوزن؟ مشوا معي. في عنا شيء اسمه BMI أو الوزن بالنسبة للطول، اللي هو مؤشر كتلة الجسم. مؤشر كتلة الجسم بيحدد لنا إذا الوزن بالنسبة للطول بالمعدل الطبيعي. BMI في إلها فورمولا اللي هي الوزن بالكيلو على الطول بالمتر أو كاري. رح أعطي إكزامبل وأحسب BMI لإلي. وزني أنا 60 كيلو وطولي 1.68 متر. حتى نحسب BMI رح حط 60 اقسمها على 1.68 متر وكاري، بيطلع الجواب 21.1 كيلوغرام بر متر كاري. حتى نعرف إذا BMI بالمعدل الطبيعي، ركزوا معي، إذا BMI بين 18.5 و 24.9 بيكون وزنكم نورمال، يعني منكم بحاجة إنكم تزيدوا أو تخسروا من الوزن. أما إذا كان BMI أقل من 18.5 فأنتوا بحاجة إنكم تزيدوا من الوزن، وإذا كان BMI أكثر من 24.9 لازم تخسروا من الوزن. ولازم تعرفوا شغلة، إنه كل ما قرب BMI على 24.9 كل ما كان لازم تنتبهوا أكثر وأكثر لللايف ستايل تبعكم، تمارسوا الرياضة ولنظامكم الغذائي. ما تنسوا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دو نوتريشن، انستغرام دو نوتريشن باي آلاء، واشتركوا بقناتي على اليوتيوب 1 minute nutrition حتى تستفيدوا اكثر واكثر من الارشادات اللي بقدمها.